الدكتور أشرف خليل، استشاري علاج الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري والمفاصل بالتدخلات المحدودة، دكتوراه علاج الآلام المزمنة، عضو المعهد العالمي لعلاج الآلام المزمنة بالتدخلات المحدودة، صاحب الدبلومة الأوروبية لسونار العضلات والمفاصل، زمالة علاج الآلام المزمنة. أهلا بكم. كتير جدا في حياتنا إنسان ما عندوش ضمير يؤدي إلى مشكلة خطيرة لحد تاني. مثال، شوفوا عدم الضمير يبدأ بإيه ويوصل لإيه. مبلط سيراميك ما عندوش ضمير، ما بيبلطش صح، عمل أرضية. الأرضية من ضمن شروطها المهمة جدا في حمامات، في حمامات السباحة، في الأرضية اللي متعرضة للمية، وكل الأرضيات معرضة للمية، لازم تكون موجهة المية بتاعتها في اتجاه البلاعة. يعني لازم المية تنزل على الأرض وتروح في اتجاه بلاعة، ما تركتش في حتة معينة. ليه ما تركتش؟ عشان ما تزحلقش حضرتك فيها. فبيحصل كتير في بيوت كتير إنه القصة بتبدأ بواحد زي ما بقول لكم بلط إيشاني، مبلط يعني البلاط، ما عندوش ضمير فيبلط غلط. فيحصل إيه؟ إنك أنت المية تيجي في حتة معينة تقعد. فسهل قوي واحد كبير في السن داخل الحمام مش واخد باله من المية الموجودة فيه، يروح متزحلق ينزل على المقعدة. الناس دي ممكن تعمل كسر في الفقرات، كسر في الفقرات. كمان ده بيحصل حوالين حمام السباحة، واحد مبلط حوالين حمام السباحة مش صح، مفروض ان المية تنزل تروح للبلعات، برضو نفس الكلام. زحلق في الشارع، في مدخل عمارة مش معمول صح. طبعا بقى غير بقى الحركات، الحركات دي اللطيفة دي، الزحلقات بقى دي قويات بقى، دي حاجات جامدة، دي بتاعت ده نزل ده يكسر ظهره على طول. وده طبعا الحركة بتاعت السلالم دي، ده اكيد كسر برضو. يا جماعة الحركات دي طبعا في الصيف بتزيد المهاترات، بيزيد المغامرون، وطبعا مع وجود السوشيال ميديا والكاميرات اللطيفة دي بيحاولوا الناس يعني يظهروا قدام أصحابهم بصورة الأبطال، والنتيجة بتكون مش بصورة أبطال خالص، ولكن بصورة شلل لا قدر الله أو إصابة عنيفة. تعالوا نقرب من هذه القصص المثيرة اللي أنا حكيتها مع ضيف العزيز المبدع دائما اللي بيسعدنا بحواره دائما في علاج الأمراض الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري والمفاصل، الاسم الكبير الأستاذ الدكتور أشرف خليل، استشاري علاج الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري وآلام المفاصل بالتدخلات المحدودة، دكتوراه علاج الألم المزمن وعضو المعهد العالمي لعلاج الآلام المزمنة، وعضو الدبلومة أو صاحب الدبلومة الأوروبية لسونار العضلات والمفاصل، وزمالة علاج الألم المزمن، الاسم الكبير القديم. اهلا بك يا دكتور اشرف. اهلا وسهلا بيك. انت وانا بتكلم رحت قايل لي كسر، مش عارف ان انا لسه مش طالع معاك. لا بس عجبني رد فعلك على طول. صوره يا باشا، السوشيال ميديا والموبايل هذا الذي سيخرب العالم او خرب العالم، مش احنا بس، يعني في العالم كله في ناس بتاخد حياتها بسبب الهوس استخدام السوشيال ميديا. هي الفكرة بتاعت ان هو يقع وياخد الخبطة سواء تحت على المقعدة او ياخد الخبطة على ظهره، دي ممكن تعمل له فعلا زي ما حضرتك قلت كده شلل. الكسر لو حزن من حسن حظه ان لو كسر فضل في مكانه، ناهيك بقى عن طبعا لما واحد ممكن ينقل، يعني بيتنقل غلط وعربية الاسعاف عما تيجي الناس اللي بتوجب معاه ويلا نشيل ويلا يحركوه بشكل غلط، ده ممكن يجيب له شلل على حسب بقى المكان. يعني لو كان في المستوى الفقرات اللي تحت هيجيب له شلل في الاطراف السفليه، لكن لو فوق ده ممكن يجيب له شلل رباعي، ناهيك عن لو فوق شويه كمان ممكن يموته خالص. في الفقرات العنقيه. فبالتالي هو عمليه النقل وعمليه الحرص في انك انت تاخد بالك، كفايه ان احنا بنقول ان في وقعات انت ما تعرفش تاخد بالك منها اصلا. يعني ال 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 الست البيت الكبيره او الراجل الكبير المسكين اللي بيتوظف في البيت عنده، هو بس جاي طالع
هوب يقوم واخد الزحلقه ويقوم واقع. عشان كده دايما اقول لازم يعني مراعاه في الناس يعني عندنا حد كبير لو احنا بنعمل حاجه جديده في البلاط في انواع ما بتزحلقش. يبقى لازم موجوده في الاماكن دي. ممكن تخلي الصالون بتاعك زي ما انت عايز بافخر حاجه وكده، لكن المكان اللي بيتعرض للميه وهو بيمشي فيه وبالتالي كل يوم او كل وقت صلاه او كل شويه خليه من الحاجات اللي هي ايه، ما تخليش العكاز بتاعه يتزحلق منه، ما تخليش شبشبه ياخده. فالخطوه دي هوب يقع يجي له كسر في الفقره. احنا دلوقتي بدا الطب يتقدم فبدانا كسر الفقرات اصبح بقى فيه طريقتين جداد بنتعامل بيهم بيخلونا ما نعملش الفتح بتاع زمان، لكن ليها شروط طبعا. فكل ما يعني زي ما بيقولوا كده ايه، السنه دي مش زي السنه اللي فاتت مش زي السنه قبلها في التقدم وازاي نتعامل مع الكسر نفسه. اهي الصوره دي بتبين ازاي فقره حصل لها بنسميه ويدج فراكشر، يعني هو اتطبقت كده. ربنا خلق الفقره من فوق عظم قوي ومن تحت عظم قوي، او القشره عظمها قوي لكن من جوه عامله زي البسكوته. اول ما تتطبق كده تبص تلاقي اتطبقت على نفسها وتبدا تعمل الام مبرحه. المريض لا يقدر يجي يقعد ولا يقدر يتالف في السرير، ويبقى الالم بنسميه اكزيال بين، يعني هو جاي في الظهر ومش راضي يسيب ظهره، وبقى ألم فظيع مش قادر يتحرك. وساعات في أول أشعة بتتعمل للمريض الأشعة العادية ما بيبانش حاجة، وممكن تبان بعدها بكام يوم، وممكن علشان تظهر لازم تعمل رنين لو هي حاجة صغيرة شوية. وبالتالي من هنا بنبدأ لو شخصنا الحكاية دي بدري بنشيل عن المريض مشاكل كتيرة ممكن يتعرض لها في خلال الأيام اللي بعد كده. في الاسلوب الايه يعني ايه الاسلوب الغير جراحي دلوقتي اللي بيتعامل مع كسر الفقره؟ دلوقتي بقى في يعني حاجه جميله جدا، هو الفكره دلوقتي انت الفقره دي ثابته في مكانها متثبته بالفقره فوق لتحت، بس هي مكسوره وعماله مصدر الم 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 الم. طب ليه كنا زمان لازما علشان نتعامل مع الموضوع ده نحط دعامات ونتفادى هذه الفقره، يعني نثبت الفقره اللي فوق في الفقره اللي تحت اللي مكسوره علشان نخلي الفقره المكسوره ما تشيلش حمله بس. وكل ده عشان بس نخلي الالم مش موجود. فكانت عمليه كبيره جدا، وبدا لما كان يبقى في يعني بتحصل في كبار السن وبتحصل في ناس عندهم قلب عندهم ضغط عندهم سكر عندهم امراض تانية منع مشكله يعني التدخل الجراحي فيهم صعب. اصبح دلوقتي انت بقى في ابر معينه تقدر تدخل جوه الفقره دي وتقدر من خلالها تعمل تحقن حقن اسمنت طبي او عظم صناعي بالمنظر ده. ده كانيولا بتدخل تحت جهاز الاشعه بتتوجه جوه جسم الفقره. الفقره لو مضغوطه قوي كده ممكن نقدر ننفخها ببالون، يعني نقدر نرجع حجمها زي ما كانت. تقدر ترجعها زي ما قلت لحضرتك، هي من جوه عامله زي البسكوته ومن بره بتبقى ناشفه. ويبدا في المكان ده بعد ما فرغناه كده نبدا نحط فيه العظم الصناعي او الاسمنت بتاعنا. وبالتالي بالمنظر ده قدرت ترجع الهايت بتاع الفقره مظبوط، او تخلي البعد بتاعها اللي من فوق لتحت ده مظبوط، وفي نفس الوقت بقى الكسر ثابت. والمريض من احلى الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك في علاج الالم او في علاج الكسور ان المريض يدخل مش عارف لا يقعد ولا يتقلب ولا حتى نقول له اتنقل من السرير ده للسرير ده الا بصراخ والم وشيل وحط. في المرحله دي بس المريض بعدها بنقول له بعد ما بنخلص نقول له لو سمحت هنفضل في مكاننا لمده ساعتين ثلاثه لغايه ما الاسمنت ده يمسك جامد، وبعد كده نتحرك. بيتحرك طبيعي جدا ويخرج من المستشفى ماشي على رجليه. اهو ده مثلا اسمنت اهو، دي حاله احنا عاملينها ما كناش محتاجين علشان سن المريض، ما كناش محتاجين نحط البالون وان احنا نرفع الهايت جامد لان كانت الظروف الصحيه بتاعته مش مساعدانا كويس. ولكن زي ما حضرتك شايف كده الخطين السود دول اللي فوق واللي تحت دول عباره عن اسمنت عظمي او عظم صناعي محطوطين جوه الفقره مثبتينها، والمريضه دي كانت داخله بصراخ خارجه ماشيه على رجليها. العرض بيبقى حاد هنا مثلا
هنا اول يعني ده هنا يعني صوره اماميه خلفيه، لكن الثانيه كانت صوره جانبيه. نفس الصوره هو يعني نفس العيان، نفس العيان اترسمت اترسم الفقره من فوق ومن تحت، وسدت مكان الكسور بحيث ان الاسمنت ما يخرجش بره ولا يرجع على الحبل الشوكي. عندي انديكيشن وتكنيك كيف يتم حقن الماده الاسمنتيه دي او الماده المالئه نقدر نقول، بلس ايه الحالات اللي تستدعي هذا الامر وايه الحالات اللي ما ينفعهاش هذا الامر؟ هنا اختيار الحاله هو المهم فعلا. احنا عندنا حالات كتيره دلوقتي بقت ينفع فيها الامر، منها الكسور اللي جايه نتيجه خبطات وقعات حوادث، بس تكون فيها الشرط ده اللي هو ان الفقره جسم الفقره هو المكسور. في شرط تاني ان ما يكونش في جزء من جسم الفقره الخلفي اللي هو متجه ناحيه الحبل الشوكي مكسور او مخلوع من مكانه وعمال يخبط في الحبل الشوكي. ما تكونش الفقره متهشمه تماما، ولذلك لما تيجي تحقن او تحط الاسمنت العظمي بتاعك ده يبدا يخرج من كل ناحيه، انت مش عارف هو يخرج منين. فبالتالي لو الكسر واخد الشروط دي فده بيبقى حظ المريض جميل جدا، وبنقدر نعمل له الامر ده وبيبقى في منتهى السهوله واليسر، والمريض بيخرج بعدها في خلال ساعتين ثلاثه بيبقى يعني هو بيحس ان حياته اتبدلت. طيب في مين تاني؟ انا نسيت اجيب لكم الفيديو ده كان جميل جدا. في ناس بنلاقي في الفقرات بتاعتهم حاجه اسمها هيمانجيوما او وحمه دمويه، زي فكره الوحمه اللي بتظهر في وش البني ادمين كده على الجلد، بس الوحمه دي بتبقى ماليه الفقره لدرجه انها مسببه الم بشكل مستمر مستمر مستمر، وبتاكل تقعد تاكل في الفقره. اذا كانت دي من نوع الحميد، وده اغلب الانواع من الوحمات دي، احنا بنضطر بقى هنا نتعاون مع دكتور الاوعيه او جراحه الاوعيه الدمويه اللي بيقدر يتعامل عن طريق القسطرة، أو دكتور الأشعة التداخلية بيدخل يوصل لغاية اللي بنسميه الفيدنج أرتري، يعني الشريان اللي بيغذي الوحم دي، ويقدر يقفلهن يعمل له إمبوليزيشن. فدلوقتي بقى الوحمة الدموية الكبيرة دي اللي جواها اتحولت إلى إيه؟ إلى حاجة صغيرة خالص كده، وبقى الدم اللي عمال يغذيها هو قفلهولي. تيجي بعدها بيوم واحد او يومين بالكتير علشان نمنع تكوين الوحمات دي، ندخل جوه جسم الفقره بنفس التكنيك ونملاه بقى، لان هو كان مليان دم من الوحمه الدمويه اللي هو قفل لي الطريق بتاعها، وابدا ايه احط البالونه بتاعتي واملاها اسمنت عظمي. فكده منعت ان الهيمانجيوما دي او الوحمه الدمويه دي تتكرر تاني، وفي نفس الوقت حميته من الالم بتاعها إذا كانت مسببة ألم، لأنها ما بتسببش ألم إلا في الأنواع الكبيرة. في مريض تالت اللي هو المريض اللي بيبقى يعني ربنا يعافينا كلنا ويعافي كل مشاهدينا، اللي هم بيبقى عندهم ثانويات من أورام مختلفة في أي مكان في الجسم رايحة لجسم الفقرة. هنا بنضطر ندخل نعمل حاجتين مع بعض، إن احنا ندخل نكوي الثانويات دي، يعني نقتل الورم ده في مكانه، وبالتالي بقى المكان فاضي وهيسبب ألم، فنقوم داخلين حاطين كمان الأسمنت الصناعي ده علشان نملى مكان الورم اللي احنا قدرنا نكويه ونموته. بقى أصبح هنا، زمان كان بيقول على دكتور علاج الألم هو ان احنا مجرد مسكن، لا انت أصبحت هنا كمان ليك دور علاجي وفعال، انك انت بتقدر تموت جزء من الورم او الثانويات المنتشره، وتقدر تعالج جسم الفقره، وتقدر تحمي المريض من مشاكل كتيره كان ممكن يحصل لها او ما كانش بيقدر يتعامل معاها دكتور الجراحه بسبب ان المريض ده مش قادر تخدره ومش قادر تعمل له عمليه كبيره. بقت التقنيات مسهله الامر على المريض بحيث ان احنا ما نضطرش للعمليات الكبيره اللي كانت بتتعمل قبل كده. هو انا سؤالي بقى يعني في الحته دي، احنا بنوصف هذه التدخل بانها تدخل محدود. تدخل محدود بمعنى تقنيه ازاي تضمن ان ده تدخل محدود؟ وعايز الناس تبقى فاهمه، لان الناس كتير مش هتبقى فاهمه الاجهزه اللي تستخدم عشان اضمن ان انا فعلا في المكان الصحيح، ما جيش ناحيه اي مكان واستراكشر
غير مرغوب في الأمر منه. احنا اولا الـ اهم ميزه في الـ أو اهم جهاز بنتعامل بيه في التدخل المحدود هو جهاز التصوير. جهاز التصوير كل ما يكون امكانياته احدث كل ما انت بتقدر تستخدمه بشكل فيه امان اكبر. فالجهاز ده مثلا احنا بنقدر نستخدم عليه ان احنا نصور من كل الاتجاهات، غير ان كمان ممكن تاخد في نفس اللحظه اشعه مقطعيه، يعني وانت بتشتغل عادي بتصور زي ما بيقولوا كده 2D، لا احنا ممكن كمان نصور 3D عليه. فبالتالي بتقدر تاخد كل الابعاد بتاعتك وتبقى شايف بكل دقه مكانك فيه. ودي من التقنيات الحديثه اللي خلت الامور اسهل جدا على الدكتور، لان كمان كان زمان عشان نضطر ناخد سي تي لازم ننزل تحت عند جهاز الاشعه بتاع السي تي، وبعدين نطلع المريض، وبعد كده نصور تاني، وبعد كده ننزله. كانت بتبقى ديلمه كبيره وما كانتش بتحصل غير في اماكن قليله جدا، وكان بيبقى فيها صعوبه وبتاخد وقت طويل قوي على المريض. دلوقتي بقى الجهاز بيقدر ياخد الكلام ده واحنا واقفين في نفس التايم في دقيقه واحده، فده بقى بيحسن لنا النتائج وبيخلينا نشوف بشكل جميل جدا. فلو انت في مكان فيه بنسميه جهاز القسطرة او جهاز التصوير او جهاز السي ارم، الكلام ده كله بيخلينا نعرف احنا فين بالظبط وازاي نتعامل مع الاوبجكت اللي احنا مدخنينه في المكان وهنستخدمه ليه وهنعمل بيه. في كل حاجه في الطب في دواء ممكن اكتبه لانسان واقول له خده، ودواء تاني اقول له اوعى تقرب من الدواء ده. هو نفس الدواء، مش عداء لدواء معين او لاسلوب معين ولا محاباه لاسلوب معين، ولكن كل انسان له ما يناسبه. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم الالم الاستاذ الدكتور اشرف خليل، استشاري علاج الالام المزمنه والام العمود الفقري والمفاصل بالتدخلات المحدوده، دكتور علاج الالم، عضو المعهد العالمي لعلاج الالم، صاحب الدبلوم الاوروبي لسونار العضلات والمفاصل، زماله علاج الالم المزمن. نورت ربنا يخليك، ربنا يسعدك، تسلم. خليكم دايما معنا، سلام.